قداس اقول لك انا ما ناطق باسم الكاظمي، ما ناطق باسم الكاظمي، انا ما ناطق باسمه. لا لا بس هو عنده معلومات اكيد. لا انا يعني معلوماتي اسمحي لي اقول لك ولا انا ناطق باسم الكاظمي بس اريد نوضح. اسمحي لي ست هيفاء والجمهور يسمع، يعني النائب اللي يقبل ان يبيع نفسه بمليون دولار هذا لا يستحق ان يكون نائب. لا خاله وصل 10. اي انا اعرف سامع بها من الدوره الماضيه. يعني معقوله سيد لكن عباس اللي اقوله اللي اقوله كل الكتل السياسيه بما فيها الاطار التنسيقي تحركت على المستقلين، لكن هل تحركت مجانا ام تحركت باموال لا اعلم، انا لا استطيع ان اجزم، ولكن اغلب الكتل تحركت. نعم. وبتقديري جمع كتل سياسيه او مستقلين على ان تكون بدون اموال هذا حق مشروع لكل كتله. نعم. لكل كتله فضلا عن وجود عدد كبير بحدود 60 نائب مستقل، هاي حاله صحيه ان يكون هناك لوبي يحاسب الحكومات الحكومه التي تتولى اداره الدوله للمرحله المقبله. نعم. ودي اعطيك معلومه طبعا انا استشفيتها من كلام السيد عباس العرداوي. نعم. وهذا سامعه من غيره. فضل. هناك احد السيناريوهات انه لربما يدفعون باتجاه فوضى عن طريق اعلان بعد اعلان النتائج. نعم. ممكن ان يستخدم السلاح وبالتالي يتعرض العراق الى عقوبات دوليه بعنوان الاعتراض على الشرعيه، وهذه احد السيناريوهات المعده خارجيا للعراق التي نحذر منها. لذلك الذهاب بهذا الاتجاه هو سحب العراق للفوضى الشيعيه التي نفاها السيد عباس، وانا لا انفيها لاني اتابع خطاب متشنج لبعض الاخوه في الاطار التنسيقي ضد كتله التيار الصدري، في حين التيار الصدري المعروف عنه متشنج بدا يرسل رسائل جميله وهادئه نحو ائتلاف الاطار التنسيقي وائتلاف القانون والاخوه في الفتح الذي اعتقد انهم سيكونون الاقرب لتيار الصدر.